عمليات القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي متواصلة منذ نحو أسبوع على مدينة غزة وأحيائها المختلفة، إضافة إلى مناطق شمال القطاع والتي شهدت استهدافات من المدفعية الإسرائيلية. طاولت العديد من المناطق المختلفة الليلة الماضية، كان هناك أكثر من استهداف لمنازل مأهولة بالسكان في أكثر من منطقة. نتحدث عن منطقة الشعب في حي الشجاعية الشرق مدينة غزة، حيث قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف إحدى البنايات السكنية، والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء وتسجيل عدد آخر من الإصابات في صفوف المواطنين، حيث تمكن جهاز الدفاع المدني والطواقم الطبية التي وصلت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية إلى هذا المكان من انتشال عدد من الشهداء وعدد من الإصابات، فيما لا زال عدد من المفقودين تحت ركام المنزل الذي تم استهدافه. وكذلك بالتزامن مع هذه الغارة كانت هناك استهدافات في محيط سوق البسطاط في حي الشجاعية، كذلك في حي الشيخ رضوان ومناطق أخرى من محيط منطقة المستشفى المعمداني والشمعة في حي الزيتون. كل هذه المناطق الليلة الماضية كانت تحت مرمى الاستهدافات الإسرائيلية، سواء كانت من الطائرات الحربية أو المدفعية الإسرائيلية. وكذلك كانت في حي الزيتون على مدار الأربع أيام الماضية كان هناك عدد من المنازل قد تعرضت لاستهدافات من قبل الطائرات الحربية، والتي أدت بطبيعة الحال إلى ارتقاء عدد من الشهداء وجرح عدد آخرين من المواطنين الذين كانوا يتواجدون في هذه المدارس، حيث شهدت منطقة شارع سكة ومحيط مسجد مصعب بن عمير وكذلك مسجد سعد في منطقة الحكر في حي الزيتون عمليات تقدم على مدار الأربع أيام الماضية للآليات العسكرية والدبابات العسكرية، يرافقها عملية تحليق مكثفة للطائرات المسيرة من نوع كواد سكابتر، والتي قامت على مدار الأربع أيام الماضية بإلقاء عدد كبير من القنابل تجاه تجمعات المواطنين في المناطق الشرقية تحديدا لحي الزيتون. نتحدث عن منطقة مصعب بن عمير وشارع السكة، ذلك شارع سيام وكشكو في هذا الحي، وبالتالي تثبتت عملية الاستهدافات المتواصلة بعملية نزوح كبيرة من قبل عائلات من الفلسطينيين الذين يتواجدون تحديدا في المنطقة القريبة من عمليات التوغل الإسرائيلية. اليوم تشهد مدينة غزة وتحديدا حي الزيتون حالة من الهدوء الحذر النسبي وانخفاض وتيرة القصف المدفعي وكذلك الجوي في هذا الحي، ولكن تعرض هذا الحي إلى عدد كبير من المنازل التي تعرضت إلى استهدافات، وتحديدا في محيط ميارة البرعسي في حي الزيتون تعرضت إلى عدد من الاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك في منطقة الشيخ رضوان تحديدا في محيط بركة الشيخ رضوان كان هناك استهداف لأراضي زراعية وعدد من المناطق في كافة مدينة غزة، وكان هناك في شارع النفق بمدينة غزة تحديدا في حي الدرج وسط المدينة كان خلال الأيام الماضية استهدافات لمنازل تسببت في ارتقاء عشرات من الشهداء وجرح العشرات الآخرين، وكذلك في شمال القطاع كانت هناك عدة استهدافات في محيط الزعتر ومنطقة كليبو وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع، وكان هناك عدد من الأطفال قد ارتقوا شهداء وكان آخرهم مصطفى حجازي نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وعدم تدفق إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع في ظل المعاناة الشديدة الذي يعيشها الفلسطينيين. وبالتالي نحن اليوم يوم عرفة وغدا هو عيد الأضحى المبارك، ولا تزال الحرب الإسرائيلية متواصلة، وبالتالي يأمل الفلسطينيون أن تنتهي هذه الحرب الإسرائيلية التي طال أمدها. شكرا جزيلا تامر دلول مراسل غد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غزة.